Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para subscriber sekalian dan para penonton YouTube channel Terindah Suya Dinar sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Waqi'ah, yang mana pahalanya atau fadilahnya nanti akan kita sampaikan kepada para ahli kubur serta ahli bait yang akan saya sebutkan tadi nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء الصالحين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي سنن كليجوك بن عبد الله خصوصا إلى روحي عبد القادر الجيلاني ثم إلى خصوصا Umina Sarkini binti Yasman khususan ilaru Umina Zaitun binti Kuwait khususan ilaru Umina Zubaida binti Abdullah Ta'am khususan ilaru Abina Zaini bin Saribun khususan ilaru Abina Sunarta bin Kasandraja khususan ilaru Aini Jadmika binti Sunarta khususan ilaru Edirianta bin Sunarta khususan ilaru Kasmina binti Wira Bashar في شفاة محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya melalui Quran yang ketiga saya sampaikan atau saya tujukan kepada para subscriber sekalian, kepada para penonton YouTube channel Terindah Suya Dinar semua, kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wal batin. Semoga kita semua diberikan panjang umur, umur yang barokah. Semoga kita diberikan kemurahan rezeki serta kenikmatan iman yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala hal, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan lancar, dan semua urusan kita dapat terlaksana dengan lancar berkat daripada Allah Subhanahu wa taala dan berkat fadilah daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
مشأمه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكور وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتقين نحن فلا أقسم بمواقع النجوم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو نعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا
بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, demikianlah para saudara-saudaraku YouTuber sekalian dan juga para subscriber sekalian yang telah menyaksikan atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita dengarkan pada hari ini mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan lahir ya, wal batin ya, senantiasa selalu Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan semua urusannya dan dijauhkan dari segala bala, khususnya pada saat ini yang masih melanda yaitu virus corona. Mudah-mudahan virus corona pandemi tahun ini pada kali ini akan cepat berlalu dengan doa kita bersama dan dengan keyakinan kita bersama bahwa pandemi corona ini juga bisa dihilangkan dengan keyakinan kita kepada Allah SWT yang semakin tinggi, selain dengan cara-cara yang menurut standar kesehatan juga kita lakukan. Semoga kita diberikan panjang umur senantiasa oleh Allah SWT untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, dan semoga dari waktu ke waktu tingkat ketakwaan kita semakin meningkat. Dan sekaligus di sini saya menyampaikan kepada para subscriber sekalian, kepada para penonton setia channel Terindah Suyadena, untuk selalu meninggalkan like, terus komen, dan jangan pula untuk di-share kepada kawan-kawan kita semua sehingga bisa membantu channel Terindah Suyadena ini semakin bermanfaat bagi kita semua dan semakin barokah bagi kita semua. Dan tetap istiqomah untuk selalu subscribe di channel Terindah Suyadena ini dan tonton semua videonya dari awal sampai habis sehingga tidak menjadi kesalahpahaman bagi semua. Dan bagi yang belum, dengan keikhlasannya saya berharap semoga berkenan untuk subscribe di channel Terindah Suyadena ini, dan insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua dan bagi Anda semua yang melakukan subscribe dan juga bagi Anda semua yang menonton video saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.